تفاصيل أسبوع قطبي بامتياز على المملكة يبدأ بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة ومنخفض آخر يوم الأربعاء بذات الصفات، موجات قطبية، أمطار، ثلوج في بعض المناطق يفصل بينها موجات شديدة من الانجماد والجليد. التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن يبدأ تأثر المملكة هذا الأسبوع أو يبدأ هذا الأسبوع بتأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف بأنه من الدرجة الثالثة، يجلب الأمطار الغزيرة إلى المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة على وجه التحديد، وتتركز في المناطق الوسطى. تتساقط الثلوج اليوم في المناطق الشرقية، مناطق البادية الشرقية تشمل مناطق الصفاوي والرويشد، إضافة إلى الطريق الدولي المؤدي إلى بغداد، بالإضافة إلى الحدود السعودية أو الأردنية العراقية والقرى المتاخمة لجبل العرب. أيضا أمطار مخلوطة بالثلوج غير مستبعدة في المناطق الوسطى والشمالية، مع ساعات العصر والمساء تمتد التساقطات الثلجية لتشمل جبال الطفيلة العالية، ومع ساعات الليل الأولى ليلة الأحد على الاثنين تشمل التساقطات الثلجية أيضا مرتفعات الشوبك بتراء ومرتفعات وادي موسى ومبرك، إضافة إلى مرتفعات رأس النقب، ولاحقا مع ساعات متأخرة من الليل أيضا مرتفعات وادي رم. إضافة إلى ذلك تساقطات ثلجية غير مستبعدة في ساعات الليل الأولى في جنوبي شرقي العاصمة عمان والمناطق البادية الشرقية بشكل عام. خلال ساعات الليل القادمة يتوقع أن تتشكل موجة شديدة من الانجماد والجليد في مناطق واسعة من طرقات المملكة الداخلية والخارجية، وتمتد أيضا هذه درجات حرارة متدنية إلى بعض مناطق الأغوار. درجات حرارة العظمى اليوم تصل إلى 6 درجات في العاصمة الصغرى 3 تحت الصفر، في جبال الشرع من 3 إلى ناقص 3، في أمعان من 6 إلى ناقص 2، في شمال إربد 8 إلى ناقص 1، شرقي من 3 إلى ناقص 4، وفي معان من 6 إلى ناقص 2 كما ذكرت قبل قليل، وفي العقبة من 18 إلى 11 درجة مئوية. كتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية هي من أصول سيبيرية، ستؤثر المملكة يوم الاثنين مع أجواء مستقرة مشمسة صحوة في ساعة النهار، لكنها شديدة البرودة أو قارصة البرودة. درجات الحرارة في ساعة النهار تكون حوالي 5 درجات مئوية فقط كحد أقصى، والصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء تهبط إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، في إربد 8 إلى ناقص 1، صفر العظمى متوقعة في جبال الشراء يوم الاثنين الصغرى تقريبا حوالي 4 درجات مئوية تحت الصفر، 4 إلى ناقص 4 في 5 إلى ناقص 6 في البادية الشرقية، و14 إلى 8 في العقبة. الأجواء صحوة لكنها قارصة البرودة، تشكل الجليد والانجماد بشكل كبير في ساعات الصباح، يتكرر أو في ساعات اللي تصبح هناك موجة من الصقيع، قد تطال مناطق الأغوار أيضا ومساحات زراعية شاسعة. يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن الطقس يبقى إجمالا قارص البرودة في أغلب ومعظم مناطق المملكة، وتبقى الأجواء مستقرة وتبقى الكتلة القطبية مسيطرة على أجواء المملكة. منخفض جوي جديد يوم الأربعاء بذات الصفات التي تقريبا موجودة في هذا المنخفض، يتوقع أن تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول من الأمطار من جديد تكون مخلوطة بالثلوج، ولاحقا أثناء النهار تتعرض المناطق الشرقية من جديد لفرص لتساقط الثلوج في مناطق البادية الشرقية، بالإضافة إلى جبال الشراء وقمم المرتفعات أيضا الجبلية في المنطقة الشمالية والوسطى. مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول وتتشكل من جديد موجة شديدة من الانجماد والجليد في كافة ومعظم طرقات المملكة الداخلية والخارجية، ووصولها أيضا إلى بعض مناطق الأغوار من جديد. العظمى يوم الأربعاء 5 الصغرى ناقص 1، 8 إلى 1 في المنطقة الشمالية، 1 إلى ناقص 2 في جبال الشراء، 5 إلى 0 في معان، 6 إلى ناقص 2 في البادية الشرقية، 16 إلى 11 في خليج العقبة. يوم الخميس تتأثر المملكة بكتلة هوائية قطبية ذات أصول سيبيرية لكنها جافة، تعمل على جعل الأجواء مستقرة إلا أنها قارصة البرودة. الأجواء في ساعة النهار تكون في أغلب المناطق صحوة لكنها قارصة البرودة. في ساعات الليل يحدث الانجماد والجليد وتهبط درجات الحرارة لما دون الصفر، تكون ناقص 2 في عمان ليلا، ناقص تقريبا حوالي 3 إلى أقل من ذلك في جبال الشراء، صفر المئوي في إمعان، ناقص 1 في البادية الشرقية، 9 إلى 2 مثلا في إربد، و16 إلى 11 درجة مئوية في المنطقة الجنوبية تحديدا في العقبة. ارتفاع على درجات حرارة مرتقب يوم الجمعة لكنها تبقى أقل بكثير من المعدلات المعتادة، والأجواء مستقرة نهارا لكنها باردة جدا، وتبقى قارصة البرودة
في ساعات الليل. إذن هذه توقعات هذا الأسبوع، أسبوع قطبي بامتياز، سيكون الأبرد منذ سنوات عديدة، موجات من الانجماد والجليد تستدعي الاستعداد التام لدى القطاع الزراعي، أيضا ضرورة عدم المسير على الطرقات في ساعات الليل خاصة تلك المبتلة بسبب مخاطر الانزلاق، أيضا ضرورة الانتباه من تغطية المواسير الخارجية ووضع موانع التجمد داخل المركبات، ضرورة مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وأيضا دائما طبعا ندعوكم إلى الاهتمام بأنفسكم وبصحتكم بارتداء الملابس الثقيلة في ظل هذه الظروف الجوية المتوقعة في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.